2012 قصف بالطيران الميج الحربي على بلدة بيت سهم والأضرار الذي خلفها مع وجود شهيد وعدة جرحى. الله أكبر عليك يا بشار، هذه غرف الأطفال ولعبهم. الله أكبر، لم يسلم منك حتى الأطفال الصغار والآمنون. 17/10/2012 هذه الطيارات التي كان يستخدمها الأطفال للعب أصبحت الآن مصدر موت لهم ولأهلهم. الله أكبر عليك يا بشار. 17/10/2012 قصف بطيران الميج الحربي على بلدة بيت سحم. الله أكبر.